اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فيديو اصلاح شاحن بطاريه ليثيوم 24 فولت، رابط الفيديو في الديسكريبشن. سالني بعض الاصدقاء الدايره دي بدون اوبتوكوبلر ازاي بيحصل فيدباك بدون اوبتوكوبلر في دوائر الباور دي، فان شاء الله النهارده هنفك الباور ده تاني بعد ما شفنا العيب واصلاحه في الفيديو السابق. هنشوف النهارده مخطط الدايره، لان الدايره دي غير متوفره على الانترنت بكثره، وكتير من اصدقائنا ما بيعرفوش ازاي بيحصل فيدباك بدون اوبتوكوبلر. تابعونا بعد الفاصل. دي الدايره بتاعتنا، بعض المكونات في الوجه العلوي من الدايره وبعض المكونات الام اس دي على الوجه الخلفي. طيب، اهم المكونات على دخول الباور ال 220 فولت، احد الاطراف موجود معاها مقاومه 1 اوم 1 واط، انرش ريزيستور او مقاومه فيوزيه، وبتدخل التيار زي ما حضراتكم شايفين من هنا لهنا على الطرف الثاني من البريدج دايود. اذا البريدج دايود واخده طرفين ال 220، الطرف ده والطرف ده، من خلال مقاومه. اوت بوت البريدج دايود موجب وسالب، بيدخل على مكثف التنعيم، وهو المكثف ده بيكون 10 مايكرو فراد او 6.8 مايكرو فراد و 400 فولت، والموجب بيدخل على احد اطراف الملف والطرف الثاني من الملف على اي سي الباور، بيعمل على تقطيع التيار وكمان متابعه التيار، وفي طرف فيدباك. فهنشوف مع بعض مخطط الدايره، وطبعا الطرف الثاني من الدايره الاوت بوت بيكون 24 فولت، طبعا المسؤول عن اخراج ال 24 فولت او المسؤول عن تنظيم الجهد هو الاي سي الباور وليس الاي سي اللي موجود على الاوت بوت. اي سي الاوت بوت ده هو والترانزستور مسؤول عن تنظيم الشحن البطاريه او تشغيل الليد الاحمر والاخضر على حسب حاله البطاريه في حاله الشحن او الفول تشارج. تعالوا نشوف المخطط. زي ما حضراتكم شايفين مقاومة فيوزية 1 اوم 1 واط داخلة على البريدج دايود، وهي المقاومة دي. في مكثف بعد البريدج دايود، مكثف التنعيم 10 مايكرو 400 فولت. في بعد كده من الموجب مقاومات ستارت اب، كل مقاومة 510 كيلو، دي بتمرر تيار بسيط لطرف تغذية الاي سي وهو الطرف رقم 3. تعالوا نشوف مع بعض مقاومات الستارت اب. مقاومات الستارت اب من الموجب، ده طرف الموجب، مقاومتين توالي 5 1 4، يعني 510 كيلو. الطرف ده ماشي كده حتى موجب المكثف، والمكثف ده اللي هو 4.7 50 فولت، وهو المكثف ده 4.7 مايكرو فاراد 50 فولت، ده مكثف تغذية الاي سي. طبعا المقاومات دي قيمتها كبيره، يعني في حدود الواحد ميجا اوم، بتمرر تيار بسيط لشحن المكثف في خلال لحظات، هيدخل تيار بسيط للاي سي، والاي سي هيعمل على تقطيع التيار لانه موصول درين المسفت الداخلي اللي هو رقم 6 و5 موصل مع ملف المحول الرئيسي. تعالوا نشوف مع بعض الطرف 5 و6. الطرف 5 و6 الطرفين دول 5 و6، لان بنعد من هنا 1 2 3 4، 5 6 موصلين مع طرف من اطراف المحول. الطرف الثاني من المحول موصل مع موجب المكثف وموجب البريدج دايت، ده الدرين. طيب رقم 8 وهو الطرف ده، الطرف ده موصل مع الارضي من خلال التراك اسفل الاي سي اهو. تعالوا نشوف مع بعض بالمالتيميتر. الطرف رقم 8 موصل مع سالب البريدج دايود، مظبوط. اذا ده الطرف رقم 8. الطرف رقم 4 ورقم 2 موصل مع مقاومتين استشعار تيار او اوفر كارنت، رقم 2 و4 موصلين مع بعض، وموصلين مع طرفين 2 مقاومة توازي، قيمة كل مقاومة 2.2، وطرفين المقاومات موصلين مع الارضي. فرق الجهد على المقاومات دي بيحدد تيار الاي سي، وبالتالي بيعمل حمايه من ارتفاع التيار. طيب هنكمل مع بعض دايرتنا مع طرف الدرين.
في دايود. الدايود ده بيعمل على تفريغ تيار الحث العكسي لملف المحول لحماية الاي سي، وبالتالي بيفرغها مع مكثف ومقاومة. المقاومة قيمتها 150 كيلو والمكثف 2.2 نانو فراد 1 كيلو فولت موصل مع الطرف الموجب. تعالوا نشوف مع بعض. دي سنيبر سيركت، الدايود مع طرف الملف ودرين الاي سي، طرف الملف ودرين الاي سي. الدايود موصل مع المكثف والمقاومة توازي. تعالوا نشوف مع بعض. الدايود موصل مع المقاومة والمكثف اهو 2.2 نانو فراد 1 كيلو فولت، الاثنين توازي، المقاومة والمكثف مع بعض وموصلين بالموجب. تمام، دي السنيبر نتورك، وقلنا مقاومات الستارت اب ومكثف تغذية الاي سي. طيب عند تشغيل الاي سي من خلال مقاومات الستارت اب هيشتغل الاي سي بتيار ضعيف ويمرر تيار بسيط في الملف الرئيسي، وبالتالي هيتولد تيار في الملف المساعد، والتيار ده هيغذي دايود ومقاومه 100 اوم، والتيار ده هيمر للمكثف لشحنه وارتفاع الجهد وتشغيل الاي سي بالفول باور. تعالوا نشوف الدايود ده والمقاومه. زي ما قلنا هنا الملف الاول من المحول، وده الملف المساعد، طرفين الملف المساعد اهو، طرف منهم موصل مع السالب، دي سالب البريدج دايود اهو من تحت. الدايود ده دايود السنيبر نتورك اهو مر كده، ده موصل بالسالب. تعال نتأكد كده مع الارضي، سالب اهو، والطرف التاني اهو موصل مع دايود، ومن الدايود لمقاومة 100 اوم، ومن المقاومة 100 اوم مع موجب المكثف اللي هو مكثف 50 فولت 4.7، ده مكثف تغذية الاي سي. إذن دي دايرة تغذية الاي سي. طبعا التيار هيمر من الموجب من خلال الملف الرئيسي، وهيمر من الدرين لسورس الاي سي، ومن السورس هيمر من خلال مقاومة تقليد التيار. وعند ارتفاع الجهد على الطرف 2 و4 لجهد معين هيستشعر الاي سي مرور تيار عالي، وبالتالي هيخفض من النبضات او هيخفض من تيار المحول. وطرف الفيدباك هو الطرف رقم واحد موصل من الملف المساعد لضبط الجهد. ازاي ضبط الجهد؟ لان الملف ده بيخرج منه جهد مساوي او بنسبة معينة بينه وبين الملف الاوتبوت على الطرف الاخر من المحول. يعني لو افترضنا ان نفس العدد اللفات، اذا الجهد اللي هيكون على الملف المساعد هو الجهد اللي هيكون على الملف الاوتبوت. طيب لو النسبة 2:1، اذا لو في 12 فولت على الملف المساعد هيكون في 24 فولت على ملف الاوتبوت، وبالتالي الملف الثانوي لو محتاجينه 24 فولت اذا لازم يكون على الملف المساعد 12 فولت. طب مين اللي هيستشعر الجهد ده؟ هيستشعر الجهد ده الطرف رقم واحد من الاي سي، لان هو طرف الفيدباك من خلال فولتج ديفايدر بين المقاومة دي والمقاومة دي. تعالوا نشوف المقاومات دي. الطرف رقم واحد من الاي سي، الطرف رقم واحد من الاي سي اهو زي ما حضراتكم شايفين متصل بالنقطة دي، والنقطة دي موصلة ما بين ثلاث مقاومات، مقاومتين توازي ومقاومة موصلة مع طرف الملف المساعد اللي موصل مع الدايود، اذا في الطرف ده، ولكن هنا من قبل الدايود. اذا التيار هنا بيكون تيار متقطع قبل الدايود وقبل المكثف، والاي سي من خلال الطرف رقم واحد هياخد الفولتج ديفايدر ما بين المقاومة دي والمقاومة دي. الطرف المقاومتين دول موصلين مع الارضي، سالب البريدج دايود او الارضي. اذا الثلاث مقاومات دول بيعملوا فولتج ديفايدر لتوفير جهد معين بيستشعره الاي سي، وبالتالي بيحدد جهد الملف المساعد. وبالنسبة لعدد لفات الملف المساعد والملف الثانوي بنقدر نحدد جهد الاوتبوت. طيب حد يسألني ازاي الاي سي بيستشعر الجهد المتقطع ده؟ الشركة المصنعة للاي سي بتستخدم الفيدباك من قبل الدايود ومن قبل المكثف لسرعة الاستجابة، لان التيار لما يمر من خلال الدايود والدايود له مقاومة
ومن خلال مقاومة 100 اوم وتشحن مكثف ويصل لجهد معين يستشعره الاي سي، هيكون الجهد على الملف الثانوي ارتفع بالفعل ثم ينخفض. فبيستخدم الاي سي النبضات اللي خارجة من الملف المساعد نفسها مباشرة، وبيغير تيار الملفات وتيار المحول. طيب تعالوا مع بعض نشوف الجهود. هنقيس الجهد على المكثف، مكثف تشغيل الاي سي، وهنقيس الجهد على الفيدباك. مش هنقدر نقيسه لان طبعا زي ما قلنا احنا واخدينه قبل الدايود وقبل المكثف، وبالتالي ده هيكون تردد عالي جدا. ولكن احنا هنعرف ازاي الاي سي شغال او مش شغال من خلال التردد. هنقيس التردد على نقطة الطرف رقم واحد، وهنشوف عند الحمل او عند شحن البطارية وبدون الحمل. المفروض بدون الحمل النبضات هتقل لان الجهد هيصل للجهد المطلوب الاعتيادي للشاحن، وبالتالي هيتوقف الاي سي عن النبضات وهيعطي نبضة كل فترة للحفاظ على الجهد ثابت على مكثف الاوتبوت، لان في ليد طبعا بيستهلك تيار، وبالتالي الجهد كل ما ينخفض الاي سي هيعطي نبضة للحفاظ على الجهد ثابت على مكثف الاوتبوت. وبالتالي عند توصيل حمل هنلاقي التردد عالي جدا. تعالوا مع بعض نشوف القياسات دي عملي. هنوصل الشاحن وهنشحن البطارية. كده البطارية بتشحن. تعالوا مع بعض نشوف اولا جهد الاي سي 14 فولت. طيب عايزين نقيس الفولتج ديفايدر اللي داخل على طرف الفيدباك. هنقيسه من النقطة دي مع الارضي، ولكن القياس مش هيكون مظبوط لان طبعا ده تيار متقطع. زي ما حضراتكم شايفين 13 من 100 فولت. طيب هنقيسه على التيار المتردد. واحد وثمانية من عشرة فولت. طبعا ده جهد مش مظبوط، مش هنقدر نقيس التردد العالي ده. ولكن تعالوا مع بعض نشوف التردد في حالة توصيل الحمل وبدون الحمل. هنقيس تردد نقطة الفيدباك اللي هي النقطة دي. نشوف مع بعض. في حدود 35 كيلو هرتز. طيب لو شلنا الحمل هنشيل البطارية. زي ما حضراتكم شايفين التردد اقل من الواحد كيلو هرتز. ده بسبب توقف نبضات الاي سي لان مفيش حمل بيسحب تيار. ولكن لو وصلنا تاني البطارية ملاحظين حضراتكم التردد ارتفع من 35 ل 40 كيلو هرتز. طبعا ده عشان يحافظ على جهد الاوتبوت ثابت. اذا عرفنا بدون اوبتوكوبلر ازاي الدايره دي بتحافظ على الجهد. طيب بعض الاصدقاء بيسالوا ازاي نتحكم في جهد الشاحن اللي ما فيهوش اوبتوكوبلر. فطبعا من خلال معرفتنا بالفولتج ديفايدر ممكن نوصل مقاومه متغيره مع احد المقاومتين. هنعتبر ان دي مقاومة واحد، كل واحدة واحد ميجا اوم، فهتبقى 500 كيلو اجمالي المقاومتين، وهنا 15 كيلو. لو حابين نخفض الجهد اذا لازم نرفع جهد الفولتج ديفايدر. لو حابين نرفع جهد الاوتبوت يبقى لازم نخفض جهد الفولتج ديفايدر. اذا لو الجهد عندنا 24 فولت ومحتاجين نخفضه، فهنوصل مقاومة متغيرة مع المقاومة اللي مع الموجب، والعكس صحيح. المقاومة دي هتعمل على خفض قيمة إجمالي المقاومة اللي مع الموجب، وبالتالي رفع جهد الفولتج ديفايدر. رفع جهد الفولتج ديفايدر هيحس الأي سي على التوقف لخفض الجهد مرة أخرى. طيب لو حابين نخفض جهد الفولتج ديفايدر هنضع مقاومة متغيرة مع المقاومة الواحد ميجا أوم، وبالتالي ده هيعمل على خفض الجهد، وبالتالي الاي سي هيعمل باقصى قدره لرفع جهد الاوتبوت. وصلنا مقاومه مع المقاومه اللي موصله بموجب الملف، ودي مقاومات الارضي او مقاومات السالب. طب لما نوصل للمقاومات توازي بيخفض من قيمه المقاومه،
وعند خفض قيمة المقاومة هيزيد التيار اللي جاي من الموجب، وبالتالي رفع جهد الفولتج ديفايدر. لما الاي سي يشعر بارتفاع الجهد هيعمل على تخفيضه، وبالتالي هتكون المحصلة او الاوت بوت جهد بينخفض. تعالوا مع بعض نجرب. طبعا هنظبط المقاومة على اعلى قيمة عشان تخرج معانا جهد اقرب ما يكون لجهد الشاحن. اشتغل الشاحن، شوف الجهد. الجهد اللي خارج 25 فولت بالظبط، كان 25.6. طبعا توصيل مقاومة 500 كيلو، وانا قصدت ان اوصل 500 كيلو لان قيمتها كبيرة بالنسبة لل 15 كيلو فكأنها مش موجودة، ولكن رغم ده ورافعين قيمة المقاومة لأقصى حد 500 كيلو اوم، ولكن أثرت على الأوت بوت وانخفض 6.1 فولت. طيب لما نخفض قيمة المقاومة كمان زي ما حضراتكم شايفين الشاحن شغال اهو، مفيش أي مشكلة فيه. طيب لو هنخفض قيمة المقاومة المفروض إن الجهد هينخفض، شوف مع بعض. كده بقلل قيمة المقاومة زي ما حضراتكم شايفين الجهد بينخفض. طبعا انا حاطط هنا مقاومة ليمت 10 كيلو، لان انخفاض الجهد عند حد معين هيتوقف الاي سي عن العمل، لان مفيش تغذية من الملف المساعد للمكثف، وبالتالي هيتوقف الاي سي. احنا مش عايزين الاي سي يتوقف. وصلنا لعشرين فولت، 17 فولت، 15، 14، 13 و 8 من 10، ده أقل قيمة للمقاومة. لو خفضنا قيمة المقاومة الثابتة طبعا ممكن نخفض معانا، ولكن هنلاحظ تغير أو عدم استقرار في الجهد، لأن الملف المساعد مش هيغذي المكثف بالجهد المناسب للآي سي، وبالتالي هيتوقف ويعمل الآي سي، وده ممكن يسبب لنا مشكلة في الشاحن. ولكن كده حبينا نثبت ان الفولتج ديفايدر هو اللي بيعطي فيدباك للاي سي، وزي ما حضراتكم شايفين قدرنا نغير الجهد من 13 فولت وحتى ال 20 فولت، واقصى حاجه 25 فولت. اتمنى دايره النهارده تكون مفيده، مش موجوده كتير على الانترنت، فأتمنى يكون الكل استفاد، وطبعا كل الاستفادة يدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.